نحب نطلب حاجة. أنا حاجة سؤال وجاوبني واحدة، علاش جمعة كاملة وقتها عبير موسي أعلنت الاجتماع والنهضة ما خرج حتى مسؤول حتى بالكذب قال راهو ممنوع يخاف لا يطير يطيروها بين الولايات هذيك حتى حد ما يخرج. انا نحب انا الحاجه الوحيده انا اللي الساده ذوما شو فما حاجه وصلت التوانسة الكل والتوانسة الكل فايقين بها خليني نقولها انا على مسؤوليتي. فما ناس خذت ديكاشي باش تهبط للشارع. انا مانيش نحكي على الناس المقتنعه باش تمشي في المسيرات اللي مقتنع صح عليه يمشي في مسيرة. وضحت تحكي على جزء من الناس اي نحكي فوالا اللي عندهم قناعة بالأحزاب متاعهم وهبط المسيرة هذيك ربي معاه. أما الناس أخرين باش أنت تعطيهم فلوس راهو عيب وغير إنساني أنك تعمل هكاكة. وبالتالي الفلوس هذيك اللي دفعتها أنت الناس محتاجة علاش ما تحطهاش أنت في بلاصة وتخدم بها الناس؟ علاش ما ترجحش خزينة الدولة وتساقط مال الناس؟ علاش ما تخدمش الشباب محتاج للخدمة؟ هذاش حبيت نقول واضح. انا حاجه برك صدق بعد مين بالله لحظه برسمك نوفل تو معقول تو واحد يهبط يهبط يسان في حكومه يا نوفل يا سيد حتى يا سيد. حركه النهضه لو كان صادق عندي لك سؤال جاوبني. الجمعه الفايته علاش ما تاثرتش كي عبير موسي لمدة 3000 وعلاش ما تكلمتش؟ يا ودي لحظه سؤال عبير موسي يا ولدي صلي على النبي وحنا من بين التجمع ولا خليني نكمل سؤالي علاش وقت اللي هبطت عبير موسي حتى حد ما تاثر؟ كيفاش ما تاثرش الناس كل قاعده الجمعه الفايته ما ذكرتش ما ذكرها حد ليه ما اسمع يا ودي لا عبير الناس كلها يا ودي الناس كلها غالطه يا ودي راهي وضع صحي خايب برشا وراي الناس خايفه من السلاله الجديده اللي موجوده في تونس. راو انت لا عندك لا تلقيح وتزيد تهبط هذوم لا قدر الله تصير عدوى من غدو متعاود تسكر البلاد من اول وجديد. اخي تساند في الحكومه على شنو تسالت فيها؟ هو حر يا ودي ما تساندش انت تساند فما احزاب متطرفه دمويه وناس تساند انا كان عمل لي حاجه ما علاش تخرج هو ممنوع تنجم تضر روحك وتضر غيرك. ما فماش واحد كان وين التلقيح الطب قالوا انا جاي كمين سماع الطب قالوا بعد جمعتين باش نشوفوا النتائج نتاع هذا باش يطلعوا الاصابات. هو اكيد باش يطلعوا الاصابات خاطر احنا في الفتره الاولى نتاع ظهور الداء ما تسكر تونس كونفينمون ووصلنا لمرحله انه ما عندنا حتى حاله. تو دانكو يجي قرار فتح الحدود ويدخلوا ونعاودوا احنا نضربوا ضربه خايبه. توا التداعيات اللي قاعده تصير احنا ما عندناش تلقيح. التوانسه مش باش يلقحوا. دول العالم الكل باش تلقح وتجي فتره من الفترات باش يشوف الكونفينمون وترجع الحركه الاقتصاديه بين الدول والناس كلها تتحرك. احنا لو عندنا السياحه في تونس بشكل عام ماخذه دي بوست دو ترافاي للتوانسه مهمه جدا اللي هما دايمين واللي هما اوكازيونيل راهو لكن كمان حاليين بهم ديار. كي انت ما تلقحش كي انت تعمل مسيره كي من هكا وتزيد تخرج حالات كيما هذه ولا كيما عبير ولا غيرها نامبورت انا بالنسبه لي انا كلهم كيف كيف.